شفت ازاي جودر ازاي تناول ليالي ألف ليلة وليلة؟ الحقيقة قصة جودر قصة لطيفة جدا، واحدة من أهم وأمتع القصص داخل الملحمة الأسطورية أو الموسوعة الكبرى أسمار الليالي العربية، وهي ألف ليلة وليلة. وقصة جودر أو ألف ليلة وليلة بصفة عامة هو نص مقاوم ونص يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال، بالمناسبة الأجيال اللي هتتفرج على منصات واللي ربما لم تقرأ ألف ليلة وليلة أو لم تشتبك معها أو لم تدرسها في المدارس وغيره، فدي كانت مسألة فيها مغامرة شديدة جدا. إما يخرج عمل عظيم ومبهر زي ما شفنا، وإما ممكن يخرج في إطار يعني كرتوني والتجربة ما تتكررش تاني. فالحقيقة لا، إحنا شفنا أنها قامت الشركة المتحدة بدفع كافة العناصر لكي يخرج جودر بهذه الجودة المهمة. بداية من النص، أولا إحنا عندنا ألف ليلة وليلة والقصص بداخلها، خلينا نركز على جودر أكتر شوية. مش القصص اللي هتلاقيها مختلفة في النسخ، إحنا عندنا أكتر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة، سواء من الأعمال المترجمة الغربية أو العربية أو الأعمال المترجمة من الفارسية. هلاقي القصص نفسها مختلفة، لكن الإطار أو الهيكل العام، العظم بتاع القصة واحد، اللي بيفتتح بالقصة الإطارية اللي هي تتفق فيها جميع النسخ، اللي هي شهرزاد وهي بتحكي لشهريار، وفي نهاية كل ليلة بتقف عند جزء لطيف في القصة علشان حتى لا يعني يقتلها، ففي اليوم التالي بالضبط تستكمل القصة. دي اللي هي تقال عليها الحدوتة أو القصة الإطارية اللي موجودة في كل النسخ. جودر تحديدا هلاقي فيه اختلافات، ولكن في النسخة التي نفذت خلال هذا العام في هذا المسلسل تم اختيار نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر، وهو حكاية الخير والشر وحكاية الصراع. ده خليني أسأل حضرتك، ده شيء جميل جدا، لأن ألف ليلة وليلة هي ملهمة لكل الثقافات والأداب الإنسانية في كل مكان في العالم. يعني هنلاقي إعادة معالجة وإحياء لتراث الأسطوري الألف ليلة وليلة. هنا بقى زاوية المعالجة، يعني وحضرتك طبعا متخصص في هذا الجانب، الكاتب أو فريق العمل بص على إيه تحديدا في قصة جودر عشان يقدمه الآن في 2024 بشكل مختلف وبشكل جذاب كمان؟ أولا هي قصة عبارة عن صراع الخير والشر وقصة صعود. صراع الخير والشر، وهذا ربما هو نمط العالم الآن، صراع الخير والشر في الحروب والخلافات في كل المناطق، سواء في المنطقة العربية أو في الغرب أو في يعني في أكثر من منطقة، بحثا عن المصالح، بحثا عن الكنوز، بحثا عن الغد الأفضل حتى لو على حساب الآخرين. هذه هي المورال أو القصة الحقيقية لقصة جودر كما تم تقديمها، بأنها هناك أربع عطايا أو أربع كنوز موجودة في البحر، وجودر هو الابن الطيب الخير لابنه عمر، لوالده عمر المصري، وبالتالي الصراع ما بين الثلاثة أبناء حتى ينتصر الخير في النهاية. كمان النص يعني تعامل مع الموضوع بحرفيه شديده جدا، خاصه ان كاتب هذا النص واحد من المعلمين الكبار لألف ليله وليله، الاستاذ انور عبد المغيث، طبعا كاتب عظيم ومهم في هذا الشان يعني. وبالتالي اختياره لهذه العناصر واعاده تقديمها واختيار الشخصيات وسردها بشكل غير نمطي، مش الشرير اللي طول الوقت رافع حواجبه وبيبرق، لا، اختياره تقديمها بهذه الروح الانسانيه المعاصره اللي نفهمها في 2024، فده طبعا اظن ان هو كان اكبر التحديات اللي هيفتح الباب والمجال، لان في السنوات القادمه يبقى عندنا ألف حكايه وحكايه من ألف ليله وليله. لا كمان احنا كان طول الوقت عندنا مشكله مع الجرافيكس، احنا السنه دي شايفين تطور كبير قوي في الجرافيكس، احنا شايفين حاجه تناسب الاعمال العالميه فعلا.